يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم بترك الأصنام في حين أنه لم يعبدها أصلا؟ نعم، يؤمر بالابتعاد عنها وهجرها وهجر أهلها، تركها يؤمر بذلك وإن كان متجنبا لها من الأصل. فالمسلم ينهى عن الشرك وله مسلم وله مؤمن، خشية أن يقع فيه. نعم، وأيضا هذا تعليم للأمة أن تهجر الأصنام، تبتعد عنها، وليس الأصنام اللي هي الحجارة فقط، بل كل ما يعبد من دون الله عز وجل من القبور والأضرحة وغير ذلك، المطلوب هجرها والابتعاد عنها. نعم.